كيف كنا بني آدم إحنا في مصر؟ قصد الفطير الرفيق الرغيف المصري. ايوه كان يوم ايش معفن معه ليه كنا رفيق زي الناس. اهم شيء يا جماعة الخير الانضباط في هذا الجدول. بكرة الساعة 9 حنبدأ اختبار تجريبي، نجرب قبل لا تجي عد نشوف احنا نتقابل عند الدوار. فين احنا نتقابل؟ حجر منزلي. فين نتقابل؟ هنا في البيت. ايه اوعى تنسى نيجي انا وانت. انا ميجي الغرفة الثانية. ايه نيجي انا وانت، ليه خليت مشوار بعيد ترى جنب بعض هنا؟ خلص يعني طيب. اهم شيء الانضباط، اللي ما ينضبط لا سمح الله لا سمح الله برا برا. يا سلام عارف ما شاء الله يا اخي، ما شاء الله انت المكرر الاسم هنا. ايه ما شاء الله يا اخي املا مو جيم، خربت الجدول انت دحين. لا لا يركز. هذا اسمي عزازي حمد بدر. طيب نذكر الاسم وبكره نذكر الاسم كمان، نذكر الاسم ونحط الاسم ونبدا النادي. يا بدر اخو عمرك راح تشيل حديد؟ ايش تبغى شيء؟ تبغى شيء بلاستيك؟ انت اسكت، انت اللي ضيعته. انت اللي ضيعته شيء قاعد اعلم تدخين انا يا اخي. ايش فيك انت؟ خلنا حديد وشيل، صارت حديد رياضه. اكلمكم بكره واقول لكم تمام ولا مو تمام. ليش يعني؟ ايش يعني؟ لازم افكر. كيف هو دلوقتي نسوي رياضه احنا؟ اسمع كلام، اسمع. هو دلوقتي كان موافق ساعه قبل الفطار عشان كان جعان. ايوه ودحين غير رايه. الحين غير رايه يا اخي. رياضه احنا اللي نبغى نصير معضلين صراحه، ما نقدر نعيش كذا. ما تقدر تعيش كذا؟ يعني لازم مو لازم ترى. احنا بتمرن، انت بتتمرن معانا ولا لا؟ والله صراحه اقول لكم من دحين ما بتمرن. هل يوجد كائنات حيه او هل يوجد كائنات حيه في الفضاء او ما؟ هل يوجد؟ انت تركت طفشتوني. ايش؟ في كائنات حيه في مويه؟ يا عمي خلاص اشرب مويه هنا، لازم تجرب من فوق. لا بس هذا الاكتشاف، نبغى نكتشف العلم يعني، نبغى نكتشف العلم. هل يوجد؟ هي يوجد. ها؟ يوجد؟ متأكد؟ طيب يا سجن هذه يعني انت اكتشفت؟ في مويه؟ في سجن ولا؟ في سجن ولا؟ ترى في سجن اكتشفت انت شيء؟ ما اكتشفت شيء؟ ما اكتشفت حاجة. لو هذا يخش معانا ولا احنا بنكلمه صوت ما راح يشوفنا على طول. معك دفتر؟ رجع رجع هذا حق السيارة رجع. صدقني حيخش معاك بالملايين. هذا على المستثمر، انا اعرفه مرة اعرفه. اسكت تتكلم. الو السلام عليكم. عندي مستثمر ما شاء الله تبارك الله عنده فكرة جدا حلوة مشروع. اوف يقول لك بيدخل معك ب 50 مليون توافق؟ خلاص دامه دخل خلاص خلاص هو مبدئيا موافق. موافق عليه؟ موافق خلاص. 50 مليون خلاص موافق. انا واصل بدر، واصل. باقي مين؟ باقي الاستاذ. وين قطتك؟ معلش اقرا اسمه مره ثانيه. معلش عزازي ناجح. قاعد اقرا لك نتائج ثانويه انا. قطتك وين؟ والله صراحه ايوه المره الثانيه عليك كله ملح. ايش؟ المرة الثانية؟ لا إيه؟ المرة الثانية؟ ايه المرة اللي فاتت يعني. ايه كان اكل كله ملح يعني عشان كذا ما دفعت قطة. ما اقدر يعني. عندك اعتراض؟ عندي اعتراض كذا. اعتراض إيه؟ اكل كله ملح. خلاص امسح اسمه من وجبة بين السحور والفطور. النقنق امسح اسمه، نمسح اسمه منها. ليه؟ تدفع قطة ناقصة. من الساعة 9 الصباح ندورك من بحر لبحر، تقول جالس ادور على سمكة. ترى نحسبك ضايع. كنا بنمشي، كنا بنسافر، نحسبك ضايع. خلاص لقيناك شوك متأثر. وبعدين يعني ما لقيت تجزل لنهاية الشاطئ يعني. كنت قاعد على كده على البحر. ايوه والثالث كان في مشكلة. انت قلت لي بليز روح بعيد وانا رحت. متى قلت لك انا رحت بعيد؟ اول متى؟ اول ايش قلت لك؟ لقيت في مضاربة. ايه روح بعيد عنهم. وانت شفتني مضارب ورحت بعيد هناك؟ رحت بعيد هناك. انا ما اقول روح بعيد يعني بروح بعيد يعني اذا شفت مشكله قدامك روح بعيد يعني خلاص مالك شغل لا تتدخل. مو
تشوف مشكله وتروح بعيد. قاعدين ندورك في الشواطئ كل مبلغ عليك مبلغ عليك ان ندور يدوروك مبلغ عليك يسلموا يسجنوك. از 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 ايش من اول ززز شحنا شكل الرحمن في اللوب هنا اصبر اصبر ما اعرف از از جيب لك واحد انجليزي يتكلم مع انجليزي. لا لا اعرف مالك از برادر از روم قول كلمة بسرعة. الله يا اخويا انا اشغلتكم في الطلع انا ثقيل في الطلع. لا 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 والله محسوم والله والله كويس والله لا 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 والله رايحين نلعب رياضة انا وعزازي. لا رايح مربط حق خيول مضمار بنجري فيه. انا رايح معك رياضة ايوه امشي معك اروح معك ام خيول ماني رايح ابدا. نجري في المضمار حق الخيل نجري فيه ليش بس هو اللي مكان فيه عشان بحس ان انت لعبت رياضه معايا. حس ان نلعب هنا اي مكان نوقف نلعب. لا لا اما خيول ماني رايح نزلني بنسابق خيول والله بنروح نسابق خيول. ياه لما كنت قدك ياه بس هذه كذا بس كذا ياه كذا ياه حلو يا اصبر ياه